المستندات المطلوبة لترخيص صيدلية. رقم 1، طلب ترخيص صيدلية يسحب من المديرية. رقم 2، إيصال رسم نظر أو حوالة بريدية باسم المنطقة الطبية. رقم 3، شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها. رقم 4، صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر. رقم 5، شهادة من الإدارة المركزية بعدد الصيدليات المملوكة. رقم 6، شهادة القيد بالنقابة العامة للصيدلة. رقم 7، شهادة بالموافقة على الاسم التجاري للصيدلية من النقابة الفرعية. رقم 8، خطاب من الحي التابع لها المحل بأن المحل المطلوب ترخيصه صيدلية لم يكن شقة سكنية أو جراج. رقم 9، ما يفيد بإدخال الكهرباء والمياه للصيدلية.